السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض حالات النفروباثولوجي. وصلت معكم للحالة رقم 18. نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريض رجل عمره 47 سنة، في عنده سابقة صداف، جايني بشكوى سعال وطفح نزفي بالطرفين السفليين. في عنده بالتحاليل الدموية في قصور كلوي حاد، الكرياتين عنده 4.8، من شهرين فقط كان 0.9. بفحص البول في عنده او يورين اناليسيس في عنده مايكرو هيماتوريا، في عنده ار بي سي كاس، اسطوانات كريات حمراء، البروتين 3 بلس، بول 24 ساعه، البروتين 2 جرامز. بالتحاليل المصليه السيرولوجي في عنده البي انكا كان بوزيتيف 1/320، وكان سبيسيفيك للانتي مايلوبيروكسيداز ام بي او. التحليل كان 971 والطبيعي حتى 19. بقية التحاليل المصلية كانت سلبية أو طبيعية، وهذا بيشمل الـ NA أنتي دي إن دبل سترين دي إن إي، الـ HBS أنتيجين، الـ HCV أنتي بادي، والـ كومبليمنت C3 وC4. ومثل ما حكينا الكومبليمنت عياره هو مفتاح للتوجه للتشخيص، لما بيكون طبيعي بيوجهنا لامراض معينه، C3 لما بينزل لحاله بيوجهنا لاعتلالات C3 جلوميرولوباثي، لما بينزل C4 معاها بيكون في ايمينوجلوبولين، في عندي معقدات مناعيه مثلا ليبوس او هي كرايوجلوبولين، فهذا مفتاح يوجهني وين بدي امشي انا. بالام ار اي عند المريض في عنده ليبتومينينجل انهانسمنت، في عنده بالاكس راي كان في صوت الصدر انترستيشال ماركينج، خزعة الجلد بالطرفين السفليين او بالساق اظهرت ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، ونعمل له خزعة كلية لنعرف شو القصة اللي معه. هذا السلايد الاول، هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث، هذا السلايد الرابع، هذا السلايد الخامس، هذا ارتريول، وهذا امينوفلوريسنس للفايبرين. فما هو التشخيص الافضل لهذا المريض؟ هل هو هينوكشول لاين بيربرا نيفرايتس؟ هل هو اللي هو اي جي اي فاسكولايتس، هذا الاسم جديد له؟ هل هو جود باستر سيندروم؟ هل هو ديفيوز بروليفراتيف ليبوس نيفرايتس؟ هل هو كرايوجلوبينيميك كرايوجلوبينيفرايتس تبع الهيباتايتس سي؟ اظن صرنا عرضنا كل الحالات، هلا باقي لنشوف وين وصلنا. هل هو بوسي اميون نيكروتايزنج انكريسنتيك جي ان، التهاب كليه ذو الاهل منخر قليل المناعيات او فقير المناعيات؟ ففكروا بالجواب وحنبدا بعرض او بقراءه السلايدات. ببدأ بقراءة السلايدات. الملون المستخدم هو السيلفر ستين. لاحظوا انه في عندي هلال موجود بهي المنطقة تقريبا اخذ نص الكبة، اضافة نيكروسيس بالمنطقة المجاورة، وشرحنا وقتها المحاضرة الماضية شرحنا لكم شو هو النيكروسيس، هو خلايا متخربة بتظهر بلون ايوزيني هون، محتويات الخلية مع تكاثر طبقات خلوية للبرايتال سيل وهي الهلال. السلايد الثاني لاحظوا انه الكبة الكلوية او التفت هو الكابيلاري عفوا هو متجمع بمركز الكبة، والهلال محاوط كل المنطقة، اضافة لانه ممزق عامل رابتشر للبومن ممبرين، اضافة للغشاء القاعدي البيزمنت ممبرين، كلها هاي تمزقات بالغشاء القاعدي مع النيكروسيس. اظن واضح النيكروسيس بهي المنطقة. هون بداية تشكل كريسنت، لاحظوا انه في نيكروسس هون، في بداية تكاثر او يعني بداية الهلال حقيقة، في تخرب طبعا للغشاء القاعدي واضح، بس هي بداية يعني الكريسنت اللي هون مو مثل الكريسنت اللي شفناه بالسلايد السابق واللي قبله. لاحظوا انه الكريسنت هون باعمار مختلفة، وهذا بيميز الانكا فاسكولايتس مقارنة بالانتي جي بي ام مثلا. الانتي جي بي ام بيكون الكريسنت كلها بنفس العمر لانه الاصابه بتكون بنفس الوقت. لاحظوا انه هي الكبه الكلويه تقريبا سليمه، هذا الملون هو البي اس، لاحظوا اللون الارجواني هون، لاحظوا الغشاء القاعدي نفس سماكه الغشاء القاعدي تبع الكابيلاري، تبع نفس سماكه الغشاء القاعدي تبع البيزمنت ممبرين،
تبع الـ عفوا التيوبيولز، ما في تكاثر خلوي داخل الاندوكابيلاري، ما نشايف اللمعات مفتوحه، ما فيها مشاكل. ربما نختلف هون عن الميزانجوم، انه في شويه ميزانجل اكسبانشن ربما بهالمنطقه، رغم انه عدد الخلايا ما نشايفه كبير، تنتين او ثلاثه اظن. فعموما قراءه هذا السلايد انه هي كبه سليمه. هذا ارتريول، لاحظوا انه الانتما البطانه متاذيه. اول شيء في انفلاميشن، لاحظوا الكريات البيضاء، هي كريات بيضاء. في عندك شيء بيسموه الفايبرينويد نيكروسس، هذا هو الفايبرينويد نيكروسس، في تاذي ببطانه الارتريول، فهذه فاسكولايتس، هذا التهاب بجدار الوعاء. الكريسنت عم ياخذ الفايبرين، هذه مكان الكريسنت، فهذا بوزيتيف للفايبرين. فالقراءة مثل ما ماني شايف في نستعرضها بشكل سريع، ان الفايبرينويد نيكروسس حكينا عنه، حكينا عن الرابتشر، حكينا عن الاسطوانه الهلال الخلوي كان سيلولر مثلا بالسلايد رقم 2، اضافه للتمزق تبع بومان. الفيجر 3 قلنا انه في عندك بدايه الفايبرينويد نيكروسس، بدايه الكريسنت بعد ما تشكل بشكل جيد. السلايد الرابع كان نورمال. فبالسلايد الخامس كان نيكروتايزنج فاسكولايتس، هذا الارتريول، في ترانسميورال انفلاميشن، التهاب بجدار الوعاء، في فايبرينويد نيكروسس للانتيما. بالنسبه للامينوفلوريسنس ما اظهروا غير الفايبرين، بس هو كان في نون سبيسيفيك ترابينج للاي جي ام وسي 3، هذا ما يعني انه في معقدات مناعيه، ما كان في معقدات مناعيه. الفايبرين كان بوزيتيف بالاي ام، لو شوفونا صور الاي ام ما كنا لازم نشوف امينو كومبلكس، ما كنا نشوف معقدات مناعيه مترسبه، لأن هذا المرض بالتعريف ما فيه معقدات مناعية، وهذا بيمشي مع تشخيص الأنكا Associated Bozy Immune Necrotizing and Crescentic GN with Necrotizing Arteritis. الفكرة أنه أنا عندي Crescentic GN والمصليات بتمشي مع الأنكا Vasculitis، لأنه البي أنكا كان بوزيتيف، إضافة لأنه الإمينوفلوريسنس كان فقير المناعيات، فهذا بيحط التشخيص. لو كان الامينوفلوريسنس مثلا لينير ديبوزيتس كنا رحنا لتشخيص الانتي جي بي ام، طبعا الانتي جي بي ام بالمصل لازم يكون بوزيتيف ايضا. مراجعه سريعه للفاسكولايتس. هذا سلايد كبير اسمه لاجزاء. الفاسكولايتس بيقسموها لثلاث مجموعات للتسهيل او للتبسيط. اللارج فيزل فاسكولايتس اللي بيصيب الاوعيه الكبيره، الابهر وفروعه. الميديوم فيزلز اللي هي ممكن تصيب الشريان الكلوي، ممكن تصيب الشرايين الاكليليه والشرايين الميزانتريك المساريقيه اللي بتروي الامعاء. والسمول فيزلز بتشمل الاوعيه الصغيره ومنها الجلوميرولس. اللارج فيزل عاده لما بيصيب او بياثر على الكليه بياثر على الرينال ارتي اورفيس، على المدخل الشريان الكلوي، وبالتالي ممكن يساوي تضيق فيه، وبالتالي بيعمل ارتفاع ضغط ثانوي. الميديوم فيزل اللي هي البان البولي ارتريتس نودوزا، الالتهاب الشريان العقد اللي بيصيب الشرايين المتوسطه مثل ما قلنا، ومنها الشريان الكلوي، بيعمل فيه تضييقات وتوسعات، اظن منظر السبحه ربما مميز له، فممكن يعمل احتشاءات كلويه، ما بيتظاهر باصابه كبيه. لما بيكون في اصابه كبيه مع اصابه الشريان او الشرايين الكلويه او فروعه، غالبا هذه سمول فيزل. سمول فيزل بيصيب الشرايين الكبيه، عفوا الكابيلاري، بيصيب الكبه الكابيلاري، بس الميديوم فيزل ما بيصيب الكابيلاري. بالنسبة للسمول فيزل اللي هو هنحكي اللي هو حكينا حالتنا اليوم منه، هذا هو اللي بيصيب الكابيلاري، بيعمل مثلا البي انكا والسي انكا والانتي جي بي ام والفاسكولايتس الثاني. هذا كمالة السلايد، ان اللارج فيزل في عندك الجيانت سيل ارترايتس، في تكياسه اللي قلنا مثل ما قلنا بيساوي اذا اصاب الكليه بيصيب مدخل الشريان الكلوي، وبالتالي بيساوي تضيق. الميديوم فيزل في البولي ارترايتس نودوزا، اضافه لكوازاكي مرض الاطفال بيساوي احتشاءات قلبيه، بيصيب شرايين متوسطه مثل ما قلنا. هلا السمول فيزل بدنا نطلع على الامينوفلوريسنس، اذا كان الامينوفلوريسنس لينير اي جي جي فهذا بيمشي مع انتي جي بي ام، خاصه اذا كان في مصليات، واذا كان اصابه كبه اذا اصابه كليه فقط فهو انتي جي بي ام ديزيز، واذا كان اصابه كبه مع الرئه فهو جود باستشر ديزيز. بالمقابل لو كان في عندي انكه بالمصل
في بوزيتيف للانكا والاميونوفلوريسنس كان بوزي اميون ما في معقدات مناعيه، فهو واحد من ثلاث امراض، اما هو الام بي اي المايكروبولي انجايتس او جرانيوماتوسيس ويز بولي انجايتس اللي هو واجنر، او الاي جي بي اي اللي هو ايوزينوفيليك تبع شراك شراوس. فواحد من ثلاث امراض حيكون هذا الحاله لو كان الاي اف نيجاتيف او بوزي اميون. لو كان في عندي معقدات مناعيه الاحتمالات ممكن تروح للاي جي نيفروباثي او الاي جي فاسكولايتس، ممكن كرايوجلوبولين، ممكن الليبوس نيفرايتس. لو كان مثل ما قلنا لو كان عندي كريسنتيك جي ان مع ايمينوفلوريسنس معقدات مناعيه. حكيت هذا الكلام وراح ما بعرف اذا في داعي يعيده، الاي اف او الامينوفلوريسنس هو اللي بيوجهني وين انا لازم افكر بالتشخيص. لاحظوا انه هدول تشخيص سريريه، تشخيص مرض اسمه اي جي اي نفروباثي مثلا. هون الاي جي اي نفروباثي هذا التشخيص النهائي للمرض. التظاهر السريري له هو ار بي جي ان رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، التهاب كبد وكليه مع تدهور سريع بالوظيفه الكلويه على مدى ساعات او ايام او اسابيع. كريسنتيك جي ان هو التظاهر النسيجي له. في عندي ثلاث تواصيف ممكن اوصفها لمريض مصاب بالاي جي اي نفروباثي. الاي جي اي نفروباثي هو المرض المصاب فيه اللي على اساسه بقرر شو بدي اعالجه وعلى اساسه بعطيه العلاج والانذار والامور الثانيه. لو انا طلعت سريريا شخصت ار بي جي ان هذا ما له اي قيمه، انا بعرف انه ار بي جي ان مرض خطير بس شو هو الار بي جي ان بيهمني اعرف، لانه الاي جي ان فروباثي مثلا مختلف عن الانتي جي بي ام، في فرق بالعلاج. انا بالاي جي ان فروباثي ما بعمل بلازما فريسس، بالانتي جي بي ام بعمل بلازما فريسس مثلا. فالقصد انه التشخيص النهائي هو اسم المرض النهائي، هذا بدايه تشخيص سريري ار بي جي ان، تشخيص تشريحي مرضي. لو بيقول لي الباثولوجيست كريسنتيك جي ان هذا ما بيكفي، انا لازم ابحث عن التشخيص التالي، ليش كريسنتيك جي ان واحد من هدول الامراض. مره ثانيه الاميونوفلوريسنس اما لينير انتي جي بي ام معقدات مناعيه الاي جي اي او ليبوس او الكرايو، والبوزي اميون اللي هو سي انكا او بي انكا، سي انكا بي انكا اسوسييتد فاسكولايتس. طبعا مراجعة للأنكا، الأنكا هي الأنتي نيتروفيل سيتوبلازميك أنتيباديز، أضاد موجهة لسيتوبلازما النيتروفيلز العديلات. هي الأضاد موجهة لبروتينات موجودة بالسيتوبلازما، إما اللي هي إنزيمات حقيقة، إما تكون بروتينات 3 أو هي الميلوبيروكسيداز. ربما الأفضل أنه نقول PR3 أنكا مقابل MPO أنكا. هذا هو التشخيص، هذا هو الإلايزا بتعطيني هذا الكلام. الإلايزا بتعطيني بالضبط الأضداد موجهة لاتجاه أي إنزيم، هل هي اتجاه الميلوبيروكسيداز أو هي اتجاه البروتيناز اللي هو موجود بالسيتوبلازما. لو عملت الإنديريكت إيمينوفلوريسنس حيظهر معي البي آر 3 منتشر بكل السيتوبلازما، عفوا منتشر بكل السيتوبلازما، فبيعطيني اللي بنسميه سي أنكا سيتوبلازميك انكا، او بالنسبه للام بي او بيكون حول النواه فقط، وهذا بيعطيني منظر او بيسموه البي انكا. فالبي انكا هو بيرينيكولر، والسيتوبلازميك هو السي انكا. سيتوبلازميك هو البي ار 3، البيرينيكولر هو ام بي او انتي ام بي او، ممكن يكون اضداد لغير الام بي او بالمناسبه، ممكن لاكتوفيرين وغيره. النوعي للفاسكولايتس هو الام بي او، هو الانتي ام بي او. لذلك ممكن بامراض تانية غير الالتهابات الاوعيه ممكن نلاقي البي انكا بوزيتيف بامراض مناعيه تانية، بيكون الضاد موجه اتجاه انزيمات تانية. هذا ايمينوفلوريسنس، لاحظوا هذه سيتوبلازميك، فهذه سي انكا غالبا بي ار 3، وهذه بي انكا هي حول النواه فقط، وهذه انتي ام بي او غالبا. مرة ثانية هذه سي انكا عم ترسم البلازما، هذه البي انكا عم ترسم النواة فقط. هذه سي انكا مثلا اظنها واضحة. الآلية الامراضية انه في عندي الفيرست هيت، في عندي انتاج للاضداد من خلايا الباقية من خلايا البي سيلز، فالسي انكا والبي انكا الاضداد اللي هن اللي هي الاضداد الموجهة لهدول الانزيمات تنتج بالمصل. هلا الانزيمات او هي المستضدات موجوده جوا البلازما تبع الخلايا النيتروفيلز، لسبب او لاخر بيصير عليها برايمينج. برايمينج يعني بتتجه للسطح، بتتجه من داخل الخليه
لسطح الخلية، بتظهر على سطح الخلية النيتروفيل. فالأضداد بتجي من المصل، بتتحد معها، بتفعلها وبتعمل حدثية التهابية، وبيصير تفعيل متممة بالمناسبة إن سايتو، رغم أن المتممة بالمصل ما بتتأثر، بيصير تفعيل بالطريق البديل الالترناتيف. فهذا الشيء اللي بيعمل الفاسكولايتس أو التهاب بجدار الوعاء. ربما بدل الاسم القديم او الاسم السريري هو الجي بي اي والام بي اي، الافضل انه نحدد الفاسكولايتس بناء على الام بي او انكا او البي ار 3 انكا. طبعا في لسه حتى في ممكن يكون الانكا نيجاتيف بالمناسبه. فمثلا المايكروسكوبيك بولي انجايتس ممكن يكون ام بي او انكا وممكن يكون بي ار 3 انكا بوزيتيف. الواغنر نفس الشيء، ممكن يكون ام بي او ممكن يكون بي ار 3. لاحظوا انه بالواغنر اكثر بي ار 3 بس ممكن يكون ام بي او. ليش عم اقول هالكلام؟ لانه هذا بيحدد الانذار افضل. انذار المرض النكس تبعه مثلا اعلى بالبي ار 3 بغض النظر عن وجود الجرانيولوماتوسس او عدم وجوده. وجود البي ار 3 بحد ذاته الاضداده بيزيد من احتمال نكس المرض مثلا. ربما بيقولوا انه انذار المرض اسوأ بالام بي او، بس يعني هذا الحكي شفت عليه عده كلام متضارب صراحه. بس الشاهد انه بالنهايه الافضل تقول بي ار 3 انكا اسوسييتد فاسكولايتس او ام بي او انكا اسوسييتد فاسكولايتس بدل ما تقول جي بي اي او ام بي اي. لزيد الموضوع تعقيد، لاحظوا انه الامور متداخلة بالسريريات. نحن مدرسية بنحاول نبسط الامور، بس حقيقة على سرير المريض الامور معقدة ومتداخلة. هدول البي ار 3 كل الامراض البي ار 3 انكا اسوسييتد ديزيز، هدول الام بي او لاحظوا التداخل بيناتهم، الجي بي اي هذا الجي بي اي مثلا كيف عم يكون بمكانه، الانتي جي بي اي ممكن يتداخل مع المرضين معا، ممكن يتواجد الاضداد سوا ب 30% من المرضى. وجود الجي الانتي جي بي ام مع الانكا بيزيد من سوء انذار المرض بالمرحله الحاده، بيتعالج كانه جي بي ام. وبالنكس بيصير بيتعالج او بالنكس بتتوقع انه النكس مثل الفاسكولايتس. سلايد اخير، انه كيف تظاهرات المرض، ربما هذا بيجمع اللي حكيناه بالمحاضرات الماضيه. لاحظوا انه الاي جي ان نفروباثي غالبا بيتظاهر بشكل بيله دمويه لا عرضيه مع بيله بروتينيه، ممكن يصير اكيوت نفرايتس تساوي اسطوانات، وممكن يتظاهر بحالات اقل على شكل ار بي جي ان رابيدلي بروجريسيف نفرايتس. بالمقابل الليبوس نفرايتس تقريبا بالنص عاده بيعمل نفرايتس. الانكا والانتي جي بي ام عاده بيجوا بشكل شديد ار بي جي ان وبيوصلوا سريعا للقصور الكلوي النهائي. بتمنى اني غطيت معظم جوانب الانكا فاسكولايتس، نورتكم ربما ان شاء الله بنقاط ممكن تساعدكم بالتعمق اكثر لما بكون تقرؤوها بنفسكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله بنلتقي بمحاضرات قادمه.